نتكلم عن تجاعيد الوجه. التجاعيد بقينا نشوفها كتير، يعني بصورة يعني كتيرة جدا ما بين الشباب، البنات والولاد كمان موجودة كتير، وده بسبب مشاكل سوء التغذية، بسبب الحالة النفسية، بسبب الجو، تقلبات الجو. طبعا أنا عندي حلول سريعة لحل مشاكل التجاعيد. أولا لازم قبل ما ابتدي في العلاج لازم اشيل او ازيل المشاكل اللي بتسبب تجاعيد الوجه، زي سوء التغذيه. لازم يبقى فيه تغذيه كويسه، لازم اكل خضروات بصوره كافيه، لازم اشرب سوائل كتير، لازم يبقى فيه دهون في الاكل، بلاش السهر فترات طويله، بلاش تعرض لاشعه الشمس المباشره. طبعا الحاله النفسيه مهمه جدا، لازم نظبط الحاله النفسيه. طيب انا ممكن استخدم طريقة سهلة جدا للتجاعيد الوجه، اللي هي البسيطة الخفيفة، اللي هي الخطوط اللي بتبتدي تظهر على الوجه، سواء هنا او هنا في تحت المناخير كده جنب الفم، او سواء حوالين العين. انا ممكن استخدم الخليط من الزبادي مع الخميرة مع قطعة زبدة مع خيار، الكلام ده هيتضرب في الخلاط، وادهن منه الوش صباحا ومساء. هتجنب المية السخنة اوي، اغسل بيها وشي. بتجنب برضو المية الساقعة اوي، المية لازم تبقى فاترة. طبعا بعد ما بغسل وشي لازم انشف كويس، عشان طبعا ما يحصلش جفاف في الجلد، عشان بشرتي تفضل نضرة اليوم كله. بلاش طبعا اتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة او الهواء او الأتربة. ممكن كمان وانا خارج في الشمس ممكن البس نظارة شمس، ممكن ابعد كمان عن السهر لفترات طويلة. طبعا المكيفات من الحاجات اللي بتسبب المشاكل التجاعيد في الوجه، ابعد شوية عن المكيفات، اقلل شوية من المكيفات. حالة نفسية، لازم اظبط الحالة النفسية. كمان لازم يبقى فيه يعني سوائل كتير في اثناء اليوم، لازم اشرب ميه كتير، او لو انا مش هشرب ميه ممكن اشرب عصاير، ممكن كمان اشرب كوبايتين لبن كل يوم. كمان لازم يبقى فيه دهون بصوره كافيه في الاكل، طبعا مش بصوره كبيره عشان ما يحصلش زياده في الوزن. لو انا همشي على دايت لازم يبقى فيه حد متخصص اتابع معاه. موضوع الحاله النفسيه طبعا احنا قلنا من الحاجات المهمه جدا لازم تتظبط. دي كده حاجات بسيطة، عن معلومات بسيطة عن تجاعيد الوجه، أسبابها وعلاجها. طبعا من الحاجات اللي ظهرت حديثا في علاج تجاعيد الوجه الميزوثيرابي. من ضمن الحاجات المستخدمة في الميزوثيرابي عندنا البوتوكس، عندنا الفيلر، بدأنا نستخدم كمان في جهاز الديرما رولر. دي من الحاجات اللي بنستخدمها في الخطوط اللي بدأت تظهر في الوجه، أو سواء الخطوط اللي بتظهر في الجسم نتيجة التخسيس. طبعا انا ما ينفعش استخدم الحاجات دي لوحدي، لازم استخدمها مع طبيب متخصص، يكون طبيب تجميل متخصص، هو اللي بيختار لي النوع المناسب، سواء للتجاعيد او سواء للخطوط الوجه او سواء للخطوط اللي بتظهر في الجسم. دي صورة مبسطة عن مش مشكلة التجاعيد. انتظرونا وإن شاء الله هنقول لكم على كل جديد في تجميل البشرة وتفتيح البشرة.